السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني جميعا، وحياكم الله في هذا اللقاء الحي والمباشر مع أخوكم زياد الوهر، وفي لقاء ثقافي جديد ثري غني، وسيكون إن شاء الله لقاء مثمرا، أتمنى أن يعجبكم. بصراحة أنا كنت قد حددت مسبقا أن أتحدث عن موضوع وغيرت فجأة، لكن لا بأس، من الممكن أن نطرح الموضوعين مع بعض. أسعد الله مساءكم جميعا أو صباحكم أينما كنتم. اليوم سنسلط الضوء على ثلاثة شعراء عرب. أنا عارف أن الكثير من الناس لا يستهويهم الشعر، لكن أعدكم وعدا قطعيا بأن الحلقة ستعجبكم إن شاء الله، ستعجبكم بشكل كبير، وستغير يقينا رأيكم في الشعر والشعراء العرب. حتى أنا لازلت أذكر أنه الدكتور المرحوم الدكتور غازي القصيبي، وهو أحد الشعراء العرب السعوديين. وعليكم السلام دكتور سمنت، ويسعد مساك أخوي وحبيبي نضال، حياكم الله. دكتور غازي القصيبي كتب كتاب اسمه بعنوان، أخذ العنوان واقتبسه من سورة الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. والكتاب عبارة عن كتيب صغير حاول أن يفسر فيه ماذا تعني كلمة الغاوون، ولماذا الشعراء يتبعهم. على كل، حتى لا نخرج من الموضوع، شعراؤنا الثلاثة من ثلاث دول عربية، وهم تقريبا الثلاثة تقريبا شعراء شعبيين، ويلتقون بلسانهم عن معاناتهم الخاصة في أوطانهم، وكل يجسدها بطريقته الخاصة. أولهم الشاعر العراقي أحمد مطر، وثانيهما الشاعر المصري الشهير أحمد فؤاد نجم رحمه الله، والثالث الشاعر البحريني الرائع رحمه الله أيضا الشاعر عبد الرحمن بن رفيع. لنبدأ بعبد الرحمن بن رفيع، فالأمور بخواتمها. آخر واحد ذكرناه عبد الرحمن بن رفيع. عبد الرحمن بن رفيع كتب قصيدة جميلة جدا جدا وممتعة، وقد تعجب البنات تحديدا والسيدات بشكل عام، وسأفتتح فيها اليوم. قصيدة اسمها البنات، قصيدة رائعة وحققت له شهرة كبيرة جدا على الأقل في الوسط الخليجي. أهلا وسهلا يا بتول، وأسعد الله مساءكم. يقول عبد الرحمن بن رفيع، هحاول أني ألفظ الكلمات بالطريقة التي كان يلفظها فيها الشاعر بطريقة البحرينية قدر المستطاع. يقول: غمض عيونك، تصور بلدة ما فيها بنات، الشواطئ خاليات، الشوارع خاليات، المجالس خاليات، فتح عيونك وقل لي مثل شنو هالحياة، وش كثر ثم اش كثر ثم اش كثر لولا البنات، اش كثر كانت كريهة هالحياة، من حكيهم من ضحكهم يضحك اللولو يتناثر بالمئات،
من سحرهم تنسحر الدنيا بكبرها، تنزل نجوم السماء تمطر ورود معطرات. هم ساس الساس وتاج الراس، وش كثر ثم مش كثر ثم مش كثر لولا البنات، إيش كثر كانت كريهة هالحياة. رحمه الله كان شاعرا تلقائيا. حياكم الله أخوي فران، أهلا وسهلا، جزاك الله خير وشكرا لك، وزادكم الله من نعيمه وفضله. أيضا هذه أحد القصائد التي لفتت انتباهي إلى هذا الشاعر، ومن يومها أنا قرأت له تقريبا معظم ما كتب. الأجمل في قصائد الشعبية بشكل عام إن القصائد الشعبية يجب أن تسمع لا أن تقرأ، لأنها تقرأ قد يقرأها مثلا الشاعر بطريقته الخاصة، لكن أنت كإنسان عربي من بلد ثاني قد تواجه صعوبة في ذلك. لذلك أنصحكم يعني أن تطلعوا على القصائد مثل هاي على الأقل من خلال الفيديو وليس قراءة، لأنه قد تواجه صعوبة فيها. الشاعر عبد الرحمن بن رفيع، شاعر بحريني من الطراز الأول، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الشاعر الثاني شاعر شبه شعبي وهو ولكنه سياسي محترف، شاعر عراقي، شاعر معاصر وأظنه لا زال يعيش في لندن. يمتلك موهبة في الكتابة عجيبة، له نمط مختلف عن نمط الشعر السياسي العربي السائد، مدرسة مختلفة، نموذج، أيقونة من أيقونات الشعر السياسي، ساخر حاد لكن قلمه نظيف، له الكثير من الدواوين، وأنا أظن أنا اقتنيت مجموع دواوين كاملة وهي لدي في البيت، وللأسف أنا خارج الكويت، أنا في دبي حاليا، ولذلك مكتبتي ليست بمتناول يدي حتى أتناول ما أريد وأطلعكم على الكتاب، ولكن يكفي أن أطلعكم بونجور حياكم من الله يا تقوى، أو بونشوار حياكم الله يا تقوى. احنا شوي بتصير بونجور عندنا في دبي، لانه الساعة حاليا يمكن الساعة واحدة صباحا، يمكن عندكم في الجزائر لا زالت يمكن 11 يمكن او 10. في كل الاحوال اسعد الله مساءكم جميعا. احمد مطر ماذا يقول في واحدة من قصائده القصيرة جدا لكن الجميلة الرائعة؟ يقول: قرأت في القرآن نعم يا جبران، أنا في أنا في دبي من أجل حضور مؤتمر إيدك لطب الأسنان، صحيح. يقول أحمد مطر: قرأت في القرآن تبت يدا أبي لهب، فأعلنت وسائل الإذعان أن السكوت من ذهب، أحببت فقري، يسعد مساك يا إم بشار، أهلا وسهلا، أحببت فقري لم أزل أتلو وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تصوروا شو حصل بعدين، ماذا كتب؟ قال: فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب، وصودر القرآن لأنه حرضني على الشغب. دائما السلطة الظالمة تخشى كلمة الحق، وهذا ديدن السلطة الظالمة، وهذا ديدن أهل الحق دائما. على كل، تاريخ الشعراء العرب ليس مشرقا كثيرا أنه في وقوف ضد السلطان إجمالا يعني، ولكن هنالك لا زال وفي تاريخنا بعض الشعراء الذين وقفوا ضد السلطان وأعلنوا رفضهم للظلم
والديكتاتورية. أحمد مطر مرة حكى قصيدة، يمكن أنا ذكرتها مبارح، أنا لازلت أحفظها، يقول: هل إذا بئس كما قد عسى، لا إنما من إلى في ربما، هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما. مساء الخير يا أخوي أبو ميرا، حياكم الله. هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما، يعني هكذا الكلمات، أي كلام يعني، لا تقول شعر واضح، لا تقول شعر يهاجم شخص معين، حتى تنأى بنفسك عن المشاكل والسجون وأقبية أجهزة الأمن. هل إذا بئس كما قد عسى، لا إنما من إلى في ربما، هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما، هكذا لن تشهق الأرض ولن تهوي السماء، هكذا لن تصبح الأوراق أكفانا ولا الحبر دما، هكذا وضح معانيك دواليك دواليك لكي يعطيك واليك، فما وطني يا أيها الأرمد ترعاك السماء، أصبح الوالي هو الكحال فأبشر بالعمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو نوع من التشاؤم ونوع من بعض الأحيان الحقيقة في الشعر السياسي. طبعا هنالك شعراء أيضا كانوا قشاة في ألفاظهم وعلى حكامهم وتجاوزوا المحظور، لكن على الأقل أن تقول كلمة حق أمام سلطان جائر أظنها أصبحت عملة نادرة الآن إذا لم تختفي تماما. أما ثالثة الأثافي أو ثالثة القصص اليوم، فمع الشاعر الذي تعرفت عليه شخصيا ذات يوم وجلست معه وتبادلنا الحديث الطويل، شاعر مشهور جدا أثار ضجة كبيرة في جمهورية مصر العربية ولا يزال حتى بعد مماته، شاعر من الطراز الشعبي المحط، إن رأيته وجالسته لتشعرن كأنك تجلس مع إنسان معدم فقير، ألا وهو الشاعر أحمد فؤاد نجم. يمكن غير المصريين ناس بتعرفه، في ناس ما بتعرفه، يعني الشعراء اليوم الثلاثة الذين سأسلط الضوء عليهم ليسوا بمرتبة محمود درويش أو نجار قباني، أقصد ليس المرتبة الشعرية، لهم احترامهم وتقديرهم، أقصد شهرة ومعرفة، أن الناس بتعرف محمود درويش، الناس بتعرف نجار قباني، بس الناس ما بتعرف عبد الرحمن بن رفيع، غازي القصيبي، أحمد فؤاد نجم، أحمد مطر. أحمد فؤاد نجم له قصص كبيرة ولا يعني لا تعد ولا تحصى مع أجهزة المخابرات وأمن والأمن. كانت بداية مشاكل هذا الشخص نكتة، قصة لا يمكن أن يصدقها عاقل لكنها حقيقية، قصة قد لا يعرفها جل العالم العربي. كيف وقع هذا الشخص في شر أعماله بعد أن كتب قصيدته الشهيرة جدا كلب الست أم كلثوم؟ هكذا اسم القصيدة، كلب الست أم كلثوم. سيدة أم كلثوم، سيدة الغناء العربي، كلنا يعرفها، كان عندها كلب، والكلب ذا يوم من الأيام عض واحد غلبان، ولما راح على مركز الشرطة الضابط النوبتشي، الضابط المناوب، يعني المفروض بكل بساطة إنه يعني هذا الكلب يحجر يعني عليه ويؤتى بصاحبه ويبلغ بأنه والله كلبكم قد
تداها على الناس، يا بتضبوه وبتربوه يا بتلاقوا لكم حل معه. إنما الضابط ارتأى بأنه نظرا للخدمات الجليلة التي تقدمها السيدة أم كلثوم للأمة العربية، فقد قررنا نحن ضابط مركز شرطة كذا حفظ القضية للصالح العام. يا إلهي، لأجل كلب الست. طبعا هذه القصة عند أحمد فؤاد نجم تعدي كده ما يصحش. فكتب فيها قصيدة بعنوان كلب الست أم كلثوم، ومن هنا بدأت معاناة الشاعر أحمد فؤاد نجم لمدة 40 عاما من وراء هالقصيدة، ويا ريته ما قالها. فتحت عليه أبواب جهنم، حتى فرقة عكاشة التي كان يرأسها، ماشي، حتى فرقة عكاشة كانت نهايتها وبنعت من ممارسة أعمالها. ومن وقتها كما يقول أحمد فؤاد نجم بدأوا باعتقالي، وكلما أفرجوا عني يعتقلوني مرة ومرة 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 أخرى. القصيدة طويلة، سأذكر لكم منها جزء حتى لا أطيل عليكم، وأترك لكم الباقي لكي تقرأوه وتستمتعوا وتعرفوا تاريخ بعض شعرائنا المعاصرون أو المعاصرين. أقول لك في الزمالك من سنين، طبعا باللهجة المصرية الشعبية كان يقولها، في الزمالك من سنين افحم النيل القديم أصر من عصر اليمين، ملكي واحدة من الحريم صيتها أكثر من الأدان، صيتها أكثر من الأدان يسمعوه المسلمين والتتر والتركمان والهنود والمنبوزين. ست فاءت على الرجال في المقام والاحترام، صيت وشهرة وتلي مال، يعني في غاية التمام، ليها كلمة في الحكومة، بس ربك لجل حكمة أم حرمها من الأمومة. والأمومة طبع ثابت جوا حواء من زمان. تعمل إيه الست؟ جابت فكشرومي لهودان، فكشرومي لهودان يعني كلب جرو، فكس دعو بل أملتك عنده دشتة خدامين. انظروا الكلمات كانت شاخرة وحادة، ولذلك يجروه والأخير أخذوه على السجن. تعمل إيه الست؟ جابت فكش رومي لهودان، فكش دعو بل أملتك عنده دستة خدامين، يعني مش موجود في عيلتك شخص زيه يا إسماعيل. ده شخص إسماعيل يعني افتراضي للشخص، وإسماعيل ده يبقى واحد من الجماعة التعبانين. قصيدة طويلة دفع ثمنها غاليا، وعانى معاناة. على فكرة كل الشعراء الذين كتبوا في النقد السياسي أو ما يقارب السياسي دفعوا عمرهم كله ثمن غالي، وكل المداهنين اللي حاولوا يتقربوا من السلطان عاشوا في عز ونعيم مش في جحيم. فالشعراء حسب، هناك ناس على الهوى ماشيين وهناك ضد الاتجاه ماشيين. يمكن الشعراء المعاصرين فيهم بعض، يا حياكم الله أبو مصطفى، أهلا وسهلا، منور، حياكم الله. يمكن بعض الشعراء المعاصرين أكثر شوية في السياسة في خلال القرن الماضي، يعني خلال 100 سنة يعني أنجبت الأمة العربية التي لن تفلس أبدا من إنجاب بعض الشعراء المتميزين.
هناك في شعراء وطنيين، هناك شعراء رومانسيين، هناك شعراء كوميديين، هناك شعراء شعبيين، فصلاح جاهين، سيد درويش، عبد الرحمن الأبنودي. أنا أنصحكم للقراءة لهم. طبعا أيضا هنالك المدرسة الشعبية العراقية، مدرسة مذهلة تعج بالشعراء، والله لا يحضرني اسم منهم لكنهم كثر، وأتمنى أن أخصص لهم حلقة خاصة في ذلك. لذلك لديكم ثلاثة شعراء بثلاثة خيارات جميلة: عبد الرحمن بن رفيع البحريني، وأحمد مطر العراقي، وأحمد فؤاد نجم المصري. عبد الرحمن بن رفيع، غمض عيونك تصور بلدة ما فيها بنات، الشوارع خاليات، الشواطئ خاليات، المجالس خاليات، فتح عيونك وقل لي مثل شنو هالحياة، وش كثر ثم مش كثر ثم مش كثر لولا البنات، وش كثر كانت كريهة هالحياة، من حكيهم من ضحكهم يضحك اللولو يتناثر بالمئات، من سحرهم تنسحر دنيا بكبرها، تنزل نجوم السماء تمطر ورود معطرات، هم ساس الساس وتاج الراس، وش كثر ثم مش كثر ثم مش كثر لولا البنات، وش كثر كانت كريهة هالحياة. تحية لبنات حواء، تحية لأخواتنا، وتحية التقدير. وأنا حبيت أنه يكون البداية مع قصيدة البنات للشاعر عبد الرحمن بن رفيع، لأنه هنالك الكثير ممن لا يعرف الشاعر عبد الرحمن بن رفيع، الكثير في وسط العالم العربي وغربه، يعني يمكن شوية في دول الخليج ممكن يعرفوا عبد الرحمن بن رفيع، ولكن في بقية العالم العربي لا يعرفونه. لذلك أنصحكم طبعا كمان تقديرا لأخواتنا، فلذلك بدأت أن أقرأ قصيدة بنات أحمد مطر. أحمد مطر طبعا مبدع عراقي، وقال ما يكفي ويزيد في السياسة والشعر السياسي. دول ثلاثة شعراء أتمنى أني سلطت الضوء عليهم بشكل جيد. بقي لدي بمناسبة وجودي في دبي، بقي لدي سؤال سأطرحه عليكم جميعا، يعني إذا استطعتم المشاركة فأهلا وسهلا. من منكم زار دبي في آخر 10 سنوات لعمل، زيارة سياحية، لكلاهما، لأسباب أخرى؟ اسعد مساك يا أبو جاد، وحياكم الله يا ابن العم. ورأيكم في مدينة دبي؟ مدينة دبي على فكرة مدينة متغيرة باستمرار، أنا زرتها كثيرا، لا يمكن أن تجدها في نفس المشهد في كل زيارة، في كل يوم ثوب جديد متجددة. لا تشرق الشمس على مدينة دبي إلا وهنالك تغيير فيها، مدينة تعج بالحياة، تعج بالحياة، تنبض بالحياة في كل زاوية وركن، هنالك خلية من خلايا النحل تعمل، هذه الخلايا تعزف منظومة موسيقية متجانسة تصب في بناء مدينة عصرية حديثة، كل شيء ديجيتال، كل شيء بلمح البصر، أبراج تقوم في أقل من 6 أشهر، شوارع هاي ويز، مجمعات مولز أميزينج، الحياة فيها يعني رحلات السفاري، سباق السيارات، صالات الثلج، المدن المائية، الجزر البحرية، البالم آيلاندز، فندق أطلس، برج العرب، مول دبي. واو، ما هذه المدينة؟ هناك من يقول بأن مدينة دبي عبارة عن فقاعة، بم
هذا كلام طبعا في تجني. حياكم الله يا رجب. نعم في تجني على مدينة دبي وعلى قادتها وعلى من يضبط إيقاع الحياة فيها. على فكرة الفضل يعود إلى مجموعة من الأشخاص، ويأتي على رأسهم الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي وولي عهد الإمارات العربية المتحدة. لديه رؤية، لديه هدف، وهذا الذي يميز الإنسان اللي عنده هدف عن الإنسان اللي عايش كده بدون هدف. الإنسان الذي لديه هدف سيسعى له، يتجاوز العقبات، يسير نحوه، لا بتطلع لا يمين ولا بشمع للشمال، لا يرى غير هدفه، يتجه نحوه حتى يحققه. وإلا كيف يتميز الأشخاص عن الأشخاص الآخرين الفاشلين؟ كيف تنمو دول وتحبط دول؟ كيف تنمو مدن وتندثر دول؟ إنها الإرادة الصلبة القوية أيها السادة. من لم يكن لديه هدف فليصنع واحدا، هكذا بكل بساطة. القائمون على مدينة دبي لديهم هدف واضح، وليت من يقوم على مدننا العربية لديهم هدف واضح كأهل دبي. مطارهم حديث من الطراز الأول، شوارعهم حديثة من الطراز الأول. أنا أتحدث عن مدينة دبي وأنا أعرف المدن الأخرى في العالم العربي والغربي. فنادقهم من الطراز الأول، شوارعهم، مولاتهم، مطاعمهم، سياراتهم، خدمتهم، تعاملهم الراقي، سهولة الدخول والخروج، سهولة الحركة. هكذا هي المدن المفروض أنها تكون، هكذا يتمنى الإنسان العربي أن يعيش. ليش ما تكون دبي مدينة النور؟ ليش باريس؟ ليش ما تكون مدينة النور إلنا؟ ليش ما تكون نموذج نقيس عليه؟ يا أخي الناس عم بتقلد في الشرق وفي الغرب فيما أنزل الله فيه من سلطان وفيما لم ينزل الله فيه من سلطان، ولا نقلد مدينة دبي في بناء مدننا والارتقاء بالإنسان والسمو به والحفاظ على كرامته. ليش؟ هنا لا مجال للفساد أبداً، وإلا لما قامت هذه المدينة. انظروا إلى الكثير من الدول العربية، الفساد ينخر فيها كما ينخر الشوش في الأضراس، ولذلك تحتاج إلى طبيب أسنان يخدر ويحفر وينظف ويعوض أن يضع حشوة. هندخل في عالم طب الأسنان الآن. يعني ياسمينة حياكم الله ومساء الخير. الفساد أساس البلاء وأكبر أسباب تخلف عنا في دولنا العربية الفساد، ولذلك ما حدا فيهم بحب يعمل زي دبي لأنه عارف أنه ستكف يده، سيمنع عن السرقة، سيمنع عن أكل الحرام، وبالتالي لن يسمح بأن يطبق نموذج دبي في وطنه أو في بلده أو في مدينته. هنا كلكم يعرف الشيخ محمد بن راشد يوم دخل على بعض المكاتب المدراء العامين في بعض الشركات الكبرى في مدينة دبي، ووجد أن الباب مقفل ويفصل ما بين المدراء والزبائن والمراجعين. فقال لهم لا، من الآن فصاعدا كل من هو في مرتبة مدير مكتبه لازم يكون بدون باب. بالله عليكم هذا حصل في العالم العربي.
الآن لا يوجد مسمى مدير في إمارة دبي وفي مدينة دبي على مدخل مكتبه باب، لا يوجد أبدا، لا يوجد حاجز. هو بيحاول يوصل رسالة إلى المدراء إنه أنتم مش أحسن من الناس، إنما أنتم جلستم على هذه الكراسي لأجل خدمة الناس، مو الناس تكون في خدمتكم. هذا هو الوضع الصحيح، إنه المسؤول وضع لخدمة الناس، أن يعينه ويطلب من الله المعونة في أن يخدم الناس، لكن اللي حاصل تماما العكس. أنا شبهت لكم الوضع ببعض التطبيقات أو البرامج الكمبيوتر. هنالك بعض البرامج أو التطبيقات الفاشلة اللي أنت كمستعمل بتكون في خدمتها بدل ما هي تخدمك. البرنامج الصحيح الناجح والتطبيق الصحيح أي المفروض يكون في خدمة الكاستمر، كذلك نفس الشيء المدير. هكذا تبنى الدول، هكذا يهذب الأشخاص. يعني كلما قرأت عن الصين، طبعا الصين فيها كثير من المشاكل وكثير من الغموض في حياتهم، ونحن في عالمنا العربي غير مطلعين كثيرا، لكن لا بأس في بعض القصص بنسمعها. ومن ضمن القصص الشهيرة في الصين، وهذا ترند نمط موجود عندهم، أنه كل من يعين وزير يؤتى به ويذهب فيه إلى السجن، يقولوا له شوف طلع، هاي هذا وزير، هذا مدير عام، هذا مدير إدارة، هذا كلهم سجنوا بسبب السرقة والفساد، فاحذر نهايتك مثلهم إن فكرت للحظة بأن تسلك سلوك الفاسدين. من الأول قبل ما تصير وزير أو تصير حرامي وقت في بيتكم. وإلا كيف صارت الصين صين؟ كيف استطاعوا هذا العملاق الأصفر أن ينهض من تحت الركام، خاصة بعد الاحتلال الياباني لإلهم؟ صحيح هي طريقة حلوة، يعني يا ريتهم يطبقوها عندنا في العالم العربي يا جبران، وياخذوا هالوزراء يودوهم على السجن ويقولوا لهم شوفوا هاي السجناء هذول حرامية، يا ريت يا ريت. لكن هذا يعني والله أعلم يعني مستحيل. يا ريت يحاولوا يتعلموا من هاي التجارب. احنا من يوم الثورات الربيع العربي، او سميها ما شئت، ربيع، خريف، ثورات، انقلابات، سمى كما تشاء، الاسماء بلاش، انقلب الحال في العالم العربي. حتى الحقيقة ما عدنا نعرف وين هي. يعني انا يعني الواحد فينا بده يمسك الحقيقة مش عارف وين. هذا الكم المهول من التصريحات والإعلانات والبيانات والتغطيات الإعلامية المفبركة والملعوب فيها وضعتني أنا وأنت في متاهة، ما عدنا نعرف وين الحقيقة. ليش؟ ليش ما بدناش نعرف الحقيقة أنا وأنت؟ طبعا ما لازم تعرف الحقيقة، لازم تعرف الحقيقة معناها تعمل مشاكل، معناها ستطالب بحقك، معناها ستكف يد آلان بلوند كات بونشوار، ستكف يدك كلش أو حرامي عن السرقة. ولذلك من غير المطلوب أن يعرف المواطن الحقيقة، لازم يظل مغيب يسعى وراء لقمة عيشه، يوقف بالطابور مشان ياخذ رز او عيش، وطابور للحمه، وطابور ياخذ فيه غاز، وطابور مشان يدفع فاتوره الكهرباء، يقضي عمره يلهث لهث الكلاب مشان يامن حد ادنى من المعيشه. ليش طيب؟ لانه اذا فكرت وتعلمت وتنعمت
ستبدأ في طرح الأسئلة، والأسئلة لابد لها من أجوبة، ولن يرضي فضولك الأجوبة الخاطئة، وبالتالي ستبحث عن الحقيقة. وهنا مربط الفرس، الحقيقة حكر على النخبة من الشاشة، غير متاحة للناس، ويجي بقول لك أوف علم لا ينفع، هاي وحدة، ليس كل ما يعرف يقال، هاي تنتين. أنتم أيها الفقراء وضعنا لكم جملة تعلقونها خلف ظهوركم، التواضع كنز لا يفنى. احنا ضحكنا عليكم أيها الفقراء، أيها البائسون، وعليكم السلام يا عصام. احنا ضحكنا عليكم أيها الفقراء، وضعنا لكم جملة وتمسكتم فيها، التواضع كنز لا يفنى، حتى لا تطمعوا في أموالنا ولا مناصبنا ولا سلطاتنا ولا نفوذنا. هكذا يروننا، جهلة، حمقى، فقراء، رعاع، غوغاء. هل أصبح الشعب العربي رعاع وغوغاء؟ نعم، هنالك البعض من يصفنا بالقطيع، والبعض الآخر يصفنا بالماشية، وطرف ثالث ورابع يصفنا كما يريدون. طيب، ألم تتعظوا يا جماعة؟ دوام الحال من المحال، اليوم إلك بكرة عليك. واعتبروا يا أولي الألباب يا جماعة، كان شاه إيران، شاه ملك الملوك، يعبو الشرق والغرب يدعموه، كان خامس قوة عسكرية في العالم في السبعينات، وسقط. كارلوس ولا ما أدري اسمه تبع الفلبين، كانت زوجته ميليندا اسمها، يمكن ميليندا، في السبعينات أو الثمانينات، كان لديها، شوف هكذا يقولون، يتهموننا أنه إحنا يعني حاسدون ناقمون، كان لديها 32,000 زوج حذاء فخر، كان لديها صالات وصالات وصالات وخزائن، يمكن قصر كامل من حشان تحط أحذيتها سيدة ميليندا. أقول لك أنت أيها الفقير حاسد ناقم. صحيح، صاحب كل ذي نعمة محسود. أنا طبيب أسنان يا عصام، طبيب أسنان وعام، وأعمل مع الأطفال، وحاليا مسؤول التعليم والتدريب الطبي المستمر في مراقبة صحة الفم والأسنان في دولة الكويت، طبيب أسنان. فميليندا كارلوس كان عندها 32,000 زوج حذاء، هذول اللي بدك ترتبهم ترتيب، كم غرفة بدك؟ بدك قصر، مش هيك؟ ألم تتعظوا؟ سقطوا. الشعب الفلبيني على فقره وبؤسه استطاع أن يسقطوا. طبعا هذه قصة شوي قديمة، يعني صار لها أكثر من 20 سنة، يمكن الكثير لا يعلم عنها شيئا، لكنها نماذج. هنالك حكام صالحين سقطوا، هنالك حكام باطلين، ظلمة، ديكتاتورية، سقطوا. إذا دوام الحال من المحال، ولو دامت إليك ما اتصلت لغيرك. طيب، فاعتبروا يا أولي الألباب، ألا يوجد من يعتبر؟ أليس هنالك من ينصت؟ ولا لازم بس يجي الشعراء يحكوا ويلقى القبض عليهم ويزجوا في السجون؟ تجربة ماليزيا يا سيد عصام، سأوجز لك تجربة ماليزيا بكل بساطة. يلا كويس، شكرا يا عصام، فتحتنا موضوع رائع. كلكم يعرف أحمد جويل، هل تعرفون أحمد جويل؟ الدكتور أحمد جويل، يا ريت حدا يكتب لي نعم أعرفه، من هو؟ يلا، من هو الدكتور أحمد جويل؟ أسرعوا، من هو الدكتور أحمد جويل؟
أحمد زويل، يا أحمد زويل، يلا مين معي؟ أجيب دعوة الداعي أحمد زويل. من هو أحمد زويل؟ يا أحمد زويل، أحمد زويل أيها السادة هو ذلك الطبيب المصري الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء. نعم يا جبران، حائز على جائزة نوبل، عالم. نعم أحسنت يا أيمن. هذا العالم ألف كتاب اسمه عصر العلم. يلا فتحنا موضوع الكتاب اليوم، يعني أنا أحب الحديث الكتب لأني أقرأ كثيرا، وسأحاول أن أسرد لك يا عصام تجربة ماليزيا. في كتابه عصر العلم أنصحكم بقراءته لأحمد زويل، لكل شخص شاعر بالإحباط، لكل شخص يشعر أن الحياة عقبة أمامه، لكل شخص من يعتقد أنه ليس لديه حظ، لكل شخص يعتقد بأنه قد فشل، لكل شخص يبحث عن نافذة أمل، لكل شخص يريد أن ينجح، لكل شخص يبحث عن القدوة، لكل شخص يبحث عن نموذج للنجاح. أنصحكم بقراءة كتاب عصر العلم لكاتبه الدكتور أحمد زويل. شرح ثلاث مواضيع أو أربعة، هم أنا هحاول أسرد منهم قدر ما أستطيع. أولا، قابل رئيس وزراء ماليزيا أثناء جولته في العالم، مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا سابقا، فقال له: سيدي الرئيس، كيف استطاعت ماليزيا أن تنهض من عالم دون مستوى الثالث، عالم فقر مدقم، إلى مرتبة نمور آسيا والدول الاقتصادية المتقدمة؟ نعم يا يزن، عالم كيمياء مصري وأبرار، صحيح هو حائز على جائزة نوبل. فمهاتير محمد حين سأله أحمد زويل، قال له: يعني كيف استطعتم أن تنهضوا؟ قال له: ركزوا، من هنا تبدأ المجتمعات، من هنا تبدأ النشأة، من هنا. قال له: أصلحت التعليم، أصلحت التعليم. في 27 سنة فترة وجود مهاتير محمد على سدة الحكم في ماليزيا، استطاع أن يحول ماليزيا من دولة فقيرة غير موجودة ولا يعرف أحد على الخريطة إلى الآن في مصاف الدول المتقدمة. ومن لا يعرف ماليزيا فهي بلد بلا موارد، إحنا كل موارد الدنيا عنا، ومواقع الدول العربية من أجود المواقع في العالم، متوسطين العالم، وجونا من أحلى الأجواء، والفقر مدقع في عالم العربي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طيب، هاي مهاتير محمد راح على الهند، كان رئيس وزراء الهند في هذيك الأيام شخص مسلم اسمه أبو الكلام. شخص مسلم اسمه أبو الكلام، أنا بتذكر اسمه، نعم أبو الكلام، حتى اسمه مميز يعني كثير. هذا الاسم على فكرة في بنغلاديش والهند بيسموه اسم أبو الكلام. كان رئيسهم اسمه أبو الكلام، هو عبارة عن شخص هيك قصير وشعره طويل أبيض وكذا، يعني أظنه مات يعني. قال له: كيف استطعتم في الهند في مليار بني آدم؟ الفقر اللي موجود في الهند غير موجود في العالم، ما حد يقول لي الفقر اللي موجود في الهند ماشي غير موجود. نعم رجاء، والله التعليم في العالم العربي بدم القلب يا أخي. الهولندا فيها مواشي أكثر من هولندا، السودان فيها مواشي أكثر من هولندا بكثير، صحيح يا عصام، صحيح يا رجاء. أيمن لديها تجارة الرز المطاط وحقول بترول بحر الصين. أوف يا زلمة، ما هو هذا الكلام اللي بيجرح القلب؟ فقال له أبو الكلام: لقد أصلحت التعليم، بس في نقطة زيادة،
ميزت الهند عن التجربة الماليزية أو عن تجربة إيرلندا الشمالية؟ ما هي؟ قال له أنا في كل نسميها ولايات، ما هي الهند عبارة عن ولايات وبلاد ضخمة، قال له عملت مراكز نور. شو يعني مراكز نور؟ يعني يجي على منطقة بهالمساحة كبيرة جدا يعمل فيها مصانع زي وادي السيليكون في أمريكا. على فكرة وادي السيليكون في أمريكا في معظمهم هنود وصينيين اللي مشغلينه، هذا اللي صاحبنا بده يطلع ودوش أجانب من برا. معظم العاملين في وادي السيليكون هنود وصينيين معظمهم، وبدأوا يعودوا إلى بلادهم وأنشأوا وادي سيليكون في بلدانهم، لكن هم أصل العلم وهم أصحابه، لكن فتحت لهم الأبواب في أمريكا. هي أمريكا بلد الفرص صحيح، لكن فعمل مراكز نور أسماها. هاي المراكز عبارة عن أماكن فيها صناعية، فيها معاهد تدريبية، وفيها معاهد تقنية ومعاهد متطورة لصناعة المهرمة. مش كله جامعات، 500 جامعة في بلد واحد في العالم العربي، وكلياتنا مهندسين وكلياتنا أطباء، ولما يجي واحد فيهم يفك بنشر السيارة ولا يفك برغي ما بعرفش. أنا محتاج إلى كهربائي، إلى شباك، إلى نجار، إلى خباز، إلى إلى إلى. المجتمع لا يستقيم بكل أطباء ومهندسين. فقال له أصلحت التعليم وأنشأت مدن النور. وإيرلندا الشمالية أيضا كان له تجربة أحمد جويل في زيارته لها ولقائه مع رئيسة وزرائهم، وقالت له أصلحت التعليم. إذن العلة في عالمنا التعليم. أشر لي، معلش أنت أخي اللي قاعد هناك، أشر لي على إيدك وين في دولة عربية فيها تعليم يرتقي إلى مستوى يشار له بالبنان؟ في سنة ندور. طيب ليش؟ أتعلمون؟ هحكي لكم شغلة. في أشياء قصص كثير. شكلي طولت أنا وخرجت عن موضوع الأدب، لكن لا الأدب يعني مش الأدب العربي يعني مش الشعر. اليابانيين يتهمون، كان اشتعلت حرب منذ 10 أو 15 سنة بين أمريكا واليابان على موضوع التجارة البينية. كانوا اليابانيين بيصدروا خاصة سيارات اليابانية لها إقبال شديد جدا في أمريكا، خاصة مع ارتفاع هذيك الأسعار من عام 2008 قبلها وبعدها، ارتفعت الأسعار بشكل فلكي وصار أزمة العقارات في أمريكا، وكان سعر البرميل النفط 120 و130 و140 دولار، وكانوا الأمريكان يحاولوا يتجنبوا استعمال السيارات الكبيرة اللي معروف الفورد والشفر والدوج وكلها تستهلك بنزين. فصار في غزو ياباني للسوق الأمريكية. أجد أمريكا تضع عليهم شروط، يعني أنتوا بتصدروا مثل ما بتصدرونا بدنا نصدر لكم. راح قالوا لهم اليابانيين سوري يا حبيبي، ما ينفعش كده يا عم، إحنا هنحتاج شيء بناخده، مش محتاجين شيء ما بناخده. أنتوا ما بتلتزموش، أنتوا ما بتتعلموش، أنتوا صناعتكم نصكم. الأمريكان بيحكوا لليابانيين. فماذا قال اليابانيون؟ قالوا جملة رائعة جميلة بالطن طن، اسمعوها. قالوا لهم أنتوا ليس لكم الحق أن تؤشروا علينا وتتهمونا بأي شيء حتى تصلحوا التعليم المتخلف عندكم. التعليم عندكم، منظومة التعليم يا أمريكا متخلفة عندكم. تخيل هتشوفوا ويحكوا عنا إحنا ماذا يقولوا عنا. لذلك يا عصام، نعم أنصحك وأنصح إخواني بقراءة كتاب عصر العلم للدكتور والعالم
المصري الشهير رحمه الله، وتوفى أيضا اليوم، كل اللي ذكرناهم توفوا يعني، يمكن أحمد مطر لسه، بس أحمد جويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، في اللي بسموها فيمتو كيمستري. والذي استطاع أن يلف العالم وينقل لنا تجارب النجاح فيها ووضعها أمامنا في كتابه. أنصحكم بقراءته. ونعود إلى مدينة دبي. دكتور، أي اختصاص في الأسنان بتفضل؟ والله يا أخي البس ما، مش بقول لك كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، فأنت وما تهوى. يعني أنا أهوى كثيرا للجراحة، ولا أحب الروت كنال ولا البيريو، ولا يعني أحب الجراحة أكثر، ممكن الأوبراتيف دنتستري، ممكن قليلا للأورثو، نعم، لكني لست من عشاق لا البروستاتيك ولا ولا الاندو ولا البيريو. ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلعه، دير بالك يا عصام، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، فما تحبه انت هو ما ستبدع فيه. دير بالك، عمل بدون حب سيكون عمل روتين ولن تبدع فيه، لكن عمل بحب وعطاء، يا سلام، تخيل انت تشتغل شغل وبتحبه، حياكم الله يا رجل. تخيل انت بتحب شغل اللي انت بتشتغله، ستبدع فيه، ستبدع. لذلك تلاقي مثلا الكاتب حين يكتب، حين يعشق كتابته، يبدع. حين يؤدي ويمثل لن يقرأ له أحد ولن تنجح لا قصصه ولا كتبه ولا رواياته ولا شعره ولا أدبه، وكل سيكون تصنع، والتصنع لن يخرج أكثر من اللسان، لن يدخل إلى القلب، يوصل لهون واقف ما بتقدر تسمعه. ختاما، أتمنى أن تتذكروا ثلاثة أشياء، ثلاثة شعراء: أحمد فؤاد نجم من جمهورية مصر العربية، وقصة كلب الست أو كلب السيدة أم كلثوم، والشاعر العراقي الشهير أحمد مطر، والشاعر البحريني عبد الرحمن بن رفيع، وختاما كتاب عصر العلم للمبدع الراحل فخر الأمة العربية دكتور أحمد جويل، اللي مات في الغربة ولم يمت في وطنه، اللي إحنا بحاجته كنا وفقدناه، اللي ما أحسننا تقديره، أحمد جويل وكتابه عصر العلم، ابحثوا عنه واقرأوه واستمتعوا. الحياة فرصة، واحد من أجمل الفرص على فكرة، حتى لو كنت محبط بس تقرأ الكتاب، يا سلام يا سلام. أنا كم أخذت شحنة إيجابية حين قرأت الكتاب، أي والله هيك كأنها الدنيا بتكون ظلمة ومرة واحدة بتنور، كأنها الدنيا مشكلة وبتفتح مرة واحدة، كأنها العقبات كلها التي وضعت أمامي أو وضعتها أمام نفسي قد أزيحت حين كنت أقرأ لي أحمد جويل. هؤلاء فخر الأمة العربية، والأمة العربية ولادة ترى مليانة، مدفونين بالحياة أو طلعوا برا وهربوا، وبقي المواطن العربي العادي والوطن العربي يعاني. على كل، بدون الدخول في عالم السياسة مرة أخرى، أن السياسة غير وجع الرأس ما بتجيب. أنا أتمنى لكم ليلة سعيدة هانئة، وأتمنى أن تكونوا استفدتوا. ولمن لم يشاهد اللقاء من أوله، أنا هعمل البوست
حياكم الله يا شارباست مصطفى، شكرا شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. واللي ما حضر اللقاء بإمكانه يتابعوا ويشوفوا على الصفحة. شكرا جزيلا وتصبحون على ألف خير، وبارك الله فيكم ونفعكم ونفعنا جميعا بالعلم النافع، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا يا جبران.